ومشاهدينا هسه راح نروح الى خبر رياضي ويخص مباراه منتخبنا ضد المنتخب المغربي اليوم. جوعان الاسد جيبوه لمغربي. بعد خساره منتخبنا امام الارجنتين بثلاث اهداف مقابل هدف واحد، يركز المنتخب الوطني العراقي على مباراه اليوم ضد منتخب المغرب. وطبعا الجماهير العراقيه ما توقف هتافاتهم ولا جولاتهم ولا تشجيعهم، وطبعا توعدوا المنتخب المغربي بالفوز عليهم، لكن اكيد يبقى الفيصل بالملعب واداء لاعبي منتخبنا. جوعان الأسد جيبوا لمغربي بهذه العبارة واجه عدد من المشجعين العراقيين المغاربة، بس الحلو أنه المغاربة قالوا إحنا ما راح نرد بالملعب، نرد وإحنا ما نحكي هواية. المغرب راح يفوز الملعب يا شيخ. سلام، هذا كلام حلو. هذه والمغرب والمغرب جاي راح ياكلكم، والمغرب جاي راح ياكلكم يا الجلاتين. فليس إن شاء الله وحدة مراكش احنا وحدة.